الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الشاعر جميل برايك المطرفي. بدايتي في الشعر مثل بداية أي شاعر، بدأت في عمر لا يتجاوز 15 سنة. كنت أكتب الشعر العاطفي، أكتب القصيدة في الليل وأخفيها في النهار. عندما تجاوزت 19 سنة كنت أعرض قصائدي على الشعراء الذي بيني وبينهم مودة، ومنهم الشاعر الكبير شليويح المطرفي، شاعر متمكن وشاعر ذكي وشاعر حساس، فقال لي: واصل ولا تنظر إلى الوراء. في الحقيقة مثل ما قلت، أنا أكتب الشعر العاطفي، تأثرت بالشاعر الكبير رشيد الزلامي. الشعر سبك وحبك وبحور ووزان، ونقض وفتل وهداف وبواردية، واللي ما يرمي فوق حبه نيشان لا يحتزم بالنار والبندقية. ما كل من هوجس وغنى بالالحان يقدر يوردها عدود الروية. سلامت. أنا شاركت في عدة أمسيات في مهرجان البهيتة، نشر لي في عدد من الصحف، جريدة البلاد، جريدة المدينة، جريدة عكاظ، جريدة الجزيرة. وأذكر أول قصيدة لي نشرت في جريدة البلاد عام 1404، نزل فيها الجريدة، طرحوا فيها الجريدة بيتين، يقول: وسط الصفا الصافي وجلمودها الصم، صلب الحديد صر يكسر صخوره، وشد وقسى منه وعز وعظم، صبر الرجال عن الأمور القهورة، كملت أنا أقول من فرقة المحبوب قلبي تحطم، أكتب على الدفتر ومن لي يسطوره، والقلب فيه زد والقلب فيه زيد هم ورا هم، وأنا ما بعرف داخل لي وزير. وكملت القصيدة. شاركت في شاعر المليون، وتأهلت إلى المرحلة 48، صار عندي ظروف واعتذرت. شاركت في شاعر الملك، هذه مشاركاتي الرسمية. أحيت عدة أمسيات، أمسيات خاصة عند ربعي، هذا اللي تتذكر من الأمسيات. أشوف قدامي عدود نزلالي، عيني تشوف المي مشرب من المي، وصل لهيب القيض مالي ظلالي، الفي قدامي ولا صلي الفي، واصبر وكابر وتحدى الليالي، مشاعري حية وأنا ماني بحي. القنوات الشعبية خدمت الشعر، وفيها الغث والسمين، وهي خدمت، لكن فيها الغث والسمين، فيها المحسوبية، فيها أنها بعض المواضيع ما هي مدروسة، ما أدري كيف أعبر عنها. ومن ذلك أنا ما ودي أتكلم عن نفسي، أنا شاعر معروف وشاعر، وصلت إعلاميا وصلت شاعر المليون وأثنوا عليه، وصرت شاعر الملك وأثنوا عليه، دكاترة وأدباء الشعر. ولكن القنوات الثانية لم يتصل على أنا قناة، لم تتصل علي قناة، لم يطلبني قناة، إلا قناة المرقاب. قناة المرقاب اتصلوا علي بدون أن أطلب منهم، طلبوا مني المشاركة. فقناة المرقاب قناة مميزة، يعني قناة الجميع، قناة لا عندها واحد ذا اليمين وواحد ذا اليسار. هدمت قصر من منول على أساس، ولحظة وضاع لي بنانا كله، من الحماقة تضرب الراس بالفاس، وسيفك علي كل يوم تسله، واليوم راجع لي معك حب وإحساس، واللي مضى ناسي دقه جلد. والله المسابقات هذه اللي تجري بعض القنوات، الحقيقة أنهم أبرزت شعراء، ما أقول ما أبرزت شعراء، وطلع فيها شعراء، ولكن التصويت، شاعر ألم، شاعر يستحق المتابعة، يطلع من أول حلقة، يطلع من ثاني حلقة، شاعر يعني لا بأس به، ولكن شعره ما يوهله، يأخذ الأول ولا الثاني ولا الثالث. مثل شاعر الملك بدون تصويت، هذا هو هذا البرنامج الصح بدون تصويت. لكن التصويت هذا كل واحد يشجع القبيلته ولا
ولاجل ايش؟ المكسب يكسبون، كل طردهم على كسب المال وكسب وكسب. فانا اشوف انها هم كلمه شعراء، طلع شعراء لكن طلعوا شعراء وراحوا اول حاجه وثاني حاجه، شعراء معروفين، شعراء اعلام، ودنا انهم واصلوا في البرنامج لكن ما واصل التصويت، طلعهم. ان كان ما سويت شيء بحياتي ولا اعتبرني في هذا الوقت ما جيت أخير من بعض الحياة على المماتي، موت بشموخ ولا حياة لها لافيت. سلام. الدواوين الصوتية وصلت الشعراء وسيلة جيدة للشعر، تعرف الجمهور على شعراء ما كانوا معروفين، فهي وسيلة. أما بالنسبة لي أنا ما صدرت ديوان صوتي، ولكن إن شاء الله في المستقبل سوف أصدر ديوان صوتي. النشر هي أحسن من النشر في الإنترنت، لأن القصائد معرضة للسرقة، وأنا من أحد الأشخاص اللي تعرض قصائد للسرقات، ولكن الدواوين الصوتية هذه مطلوب الشاعر أن يسوي ديوان صوتي، لأنها تتداول في جميع أنحاء العالم، في السيارة، في المحل، في كل. الديوان الصوتي هذا مطلوب، والصدق انه اشهر الشعراء، طلع شعراء وعرفنا على شعراء وعرفنا على شعر. فالشاعر انا اشوف انه مطلوب انه يسوي ديوان صوتي. نادوا وقلت الفكر للاوله جاش، شاعر ومتمكن وعندي فراسه، ونويت اسوي دره سلمها كاش، وحضرتها جوسي وهي حماسه، الشعر ما هو صوت والحان وفلاش، وله بعلم يدرسونه دراسه، دكتور ما جابه ويحكم فراش، فراش مار الشعر نهجه ساسه، ويصعب على التاجر ويسخره قراش، قراش رزقه فوق حبله وفاسه، ويصعب ويجيب اللي طول عمره فلد باش، ويصعب على راعي الفكر والسياسه. سلامتك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عدا ونقدا. مشاهدينا الكرام، يشرفني أن يكون معي ومعكم الشاعر المعروف جميل ابن بريك المطرفي الهذلي، وهو الشاعر الذي شاهدتم عنه التقرير في بداية هذه الحلقة. حياك الله يا ابو راشد. يا هلا ومرحبا، كيف الحال؟ والله بخير. لا تعبت؟ ما يجيكم. شلونك؟ طيب والله بخير الحمد لله. الشاعر جميل بن بريك المطرفي الهذلي، شاعر جزل، شاعر معروف، شاعر غني عن التعريف، شاعر له مجال، شاعر. التقرير وضع عن كثير من الجزئيات عن حياة الشاعر جميل المطرفي. ابو راشد، عندك نص من ضمن النصوص اللي انت جبتها لنا، اشوف قدامي عدود الزلال. يا عظيم، تفضل. أشوف قدامي عدود نزلالي، عيني تشوف المي مشرب من المي، وصل لهيب القيض مالي ظلالي، الفي قدامي ولا صلي الفي، واصبر وكابر وتحدى الليالي، وقول هذه هي تطلع ما هي هي، تطلع ما هي، وشوف في نفسي عزوم الرجالي، مشاعري حية وأنا ماني بحي. صح لسانك. صح بدم. طيب، الأبيات هذه، القصيدة هذه جزلة، وتتكلم عن الآمال والأحلام، لبعض الناس أنها يحلم ويبحث عن أشياء ويشوفها أمامه، ولكن تصعب عليه بسبب ظروف الحياة أنه يتحقق كل هذه الأشياء. مضبوط. وفيها صور جميلة، وفيها أبيات جزلة، أشوف قدامي عدود زلالي، عيني تشوف المي مشرب من المي، الماء أمامي وأنا بسبب ظروفي ما أقدر أصل، وهذه قمة المأساة. وتقول واصبر وكابر وتحدى الليالي، وأقول هذه هي تطلع ما هي هي. صح لسانك بيت جزل. وتقول طمعان احصل في زماني مجالي، عزيل من مثلي طمع ما لقى شيء. صح لسانك على هذه الابيات الجزله. طيب، تقول وصل لهيب القيض مالي ظلال، الفي قدامي ولا صلي الفي، ولا صلي الفي. طيب، عندنا تقول وصل لهيب القيض مالي ظلال، مالي ظلال، كأن مالي ظلالي ضعيفة إلى حد ما على مستوى دلالة المفردة. لو أنا قلت وصل لهيب القيض ما به ظلال، ما هو مالي، ما في
لأنه مالي يعني ما عندك أنت، لكن ما به ظلالي على المعنى العام، يعني لو فيه ظلال. لا أنا فيه ظلال، ولكن ظلال يختلف عن ظلال. فيه ظلال قوي، ظلال سقف، وظلال خيمة. أي ما نتك... فأنا أباصل الظلال القوي. ما نناقش نوع الظلال، حنا ما يهمنا نوع الظلال. مالي. لا لا، حنا ما يهمنا نوع الظلال، هل هو خيمة ولا قصر؟ ما هذا مو قضيتنا. حنا قضيتنا أصل لهيب القيض مالي ظلالي. مضبوط. يعني ما عندي ما أملك ظلالي. صح ولا لا؟ ما لي. إيه؟ لكن أنا أقول لو أنه قلت وأصل لهيب القيض ما به ظلال. أنت تبحث عن ظلال، لكن ما لي غير ما به. والله وجهة نظرك، لكن أنا كلها واحد. أنا أشوف أنت تشوف ما به ظلالي مثل ما لي ظلالي؟ نعم. واحد. نعم. أنا أقول لا، هذه أقوى في المعنى وهذه أضعفت البيت في قصيدة قوية. طيب، عندك من ضمن الأبيات تقول واضرب مثل في عنترة والهلال. إيه؟ وإيش؟ وابعد بعيد. بعيد. ولا قرب الجهل والغي. ولا قرب الجهل والغي. أنت تضرب مثل في عنترة وأبو زيد الهلالي. في إيش؟ في شجاعتهم، في قوباسهم، ولكنهم عاشوا جاهليين. أنا ماني مثلهم عاشوا جاهليين. أنا ماني مثلهم جاهلي. لا، أبو زيد الهلالي ما مات جاهلي. لا. بعد الإسلام. إيه. ما أدري. أنا اللي هم حسب الأسطورة التاريخ والقصة أنا في الإسلام. أنا أعرف إنه قبل الإسلام. لا في الإسلام. طيب. يوم تضرب مثل في عنترة والهلالي بأي ناحية؟ إيش دورهم الآن؟ الشخصية عنترة بن شداد وأبو زيد الهلالي اللي أنت استحضرتها. البيت اللي قدامي يا أخي. اي انت ايش دورها هذه؟ يعني مشاعري حيه وانا ماني بحيه اللي قبلها. واضرب اشوف انا مثل عنتر ومثل، ولكن ما وصلت. لا، انت الان تقول واضرب مثل في عنتر والهلال. هل عنتر بن شداد وابو زيد الهلالي عاشوا نفس قضيتك؟ ما عاشوا قضيتك. ما عاشوا. طيب ليش تضرب مثل فيهم؟ انا اشوف نفسي مثلهم لكن ما وصلت. يا اخي انت تشوف نفسك مثلهم. اي انت الان تقول اضرب مثل في، الان انت قاعد استحضرت الشخصيات هذه للدلاله على للدلاله على قضيتك. اي واضرب مثل في نفسي لهم اللي مثلهم. انت مثلهم. اي بس انت هنا ما انت مثلهم. ها أه؟ ما انت مثلهم. احرم ومحروم. طيب ليش تستحضر شخصيه عنتره وابو زيد الهلالي وهم ما لهم دور هنا في قضيتك؟ انا ما هم لهم في القضيه دور. في شجاعتهم وقوتهم. انا شجاعتي بس ما لهم مجال حتى. انا اشوف شجاعتي ووصولي مثلهم، ولكن ما وصلت، محروم. عنتره بن شداد مره ثانيه، ابو زيد الهلالي، استحضار شخصياتنا ما لها دور في قضيتك كانسان محروم. منعت عندك كل الامكانات، عندك كل الامكانات، رجوله كلش عندك، لكن الظروف منعتك من اشياء وصل لها غيرك. هذه قضيتك. طبعا هذه قضيتك في القصيده. اي عنتر بن شداد وابو زيد الهلالي ما لهم دور في قضيتك. استحضار شخصيات هنا بطريقه خطا. لا هذا ما لهم دور يا هو مو بالقضيه ما لهم دور، في شجاعتهم في قوه سمعتهم. سمعتهم للان يا اخي، سمعتهم وشجاعتهم رمزية للشجاعة ما اختلفنا، لكن ما لهم علاقة بقضيتك. أنا أهرج عن سمعتهم، ما أهرج عن شجاعتهم. ما لهم علاقة بقضيتك أنت في القصيدة. لكن وصلوا. الآن تضربهم يا أخي. ما لهم علاقة بقصيدتك، يعني هم ما لهم علاقة بقضيتك. أنت كإنسان محروم. أنت إنسان محروم، عندك إمكانات الرجولة والبأس والقوة والشجاعة والآخرين، لكنك إنسان محروم. هم وش استحضارهم أنا ليش؟ أنا أشوف أنت تعتبرهم محرومين هم؟ أنا مثلهم ما وصلت. لكن أنت تعتبرهم محرومين؟ أنا مثلهم ما وصلت. بس انت جبتهم. لا هم ما محترم. تقول اضرب مثل يا اخي. اي اضرب في نفسي، النفسي اللي مثل عنتر ومثل ولا وصلت. حتى ولو عنتر وابو زيد الهلالي ما لهم علاقه بقضيتك انت بالحين. انا ما اتكلم عن انا اضرب مثل فيهم. انا اقول ان استحضار هنا يعني ما له علاقه بالقضيه. انا اضرب مثل فيهم ما وصلت. طيب الشاعر جميل بن بريك المطرفي الهذلي عندك نص تقول فيه يلي تحاول تاصل الجدي وسهيل. وسهيل عطني منها كم بيت. يلي تحاول تاصل الجدي وسهيل، وانت ما تملك في هذا الوقت حاجة، عايش حياتك كلها قال في قيل، ودائم علومك في المجالس سماجة، تموت ما سويت مثل الرياجيل، راع العواجة ما يكب العواجة، ما لك مع أهل الطيب والعرف تمثيل. الفرق واضح بين عروض دجاجة. صح 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 بدا. قصيدة جزلة فيها حكمة موجهة لشخص معين، انت واضح انه قال شيء معين موجه لشخصيه. يعني كل واحد يتكلم في ظهوره يعني، بس واضح شكلها كذا انها موجهه لشخص معين، او خليها عامه لكل. لا لكل واحد يتكلم، لكل من يتكلم. نمطها تقليدي، قافيه القافيه السهله المعروفه خاصه الصدر اللي هي ايل وايل 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 الى اخره، وهي قافيه على ما يقولون بدو مدهوله مطروقه بكثره يعني كل البيات. فيها ابيات يعني نقول الى حد ما جزله، ورغم انها مكررة نفس المعاني، وناخذ ونعطي معها للوزن والكيل، واللي جرحنا
الجرح يصعب علاجه. أنا هذا كلام مكرر يعني قد قاله غيرك كثير من الشعراء على طرق ثانية. وما ودي يدخل في جميع التفاصيل وانزل لسوق ما يشرف حراجه، برضه البيت جيد ولكنه مطروق بكثرة. عموما القصيدة هذه في آخرها بيت تقول: أنصح كب الهرج والحط والشيء، إيه راع الفكر والعرف يعرف خراج، راع الفكر والعرف والعرف يعرف، إيه راع الفكر والعرف يعرف خراج. يعني ما تحس إنك راع الفكر والعرف يعرف؟ لو قلنا راع الفكر والعرف فاهم خراج، يعني راع الفكر والعرف يعرف، أسلوب ركيك يعني كله سو يعرف يفهم كله. لا، احنا نتكلم عن المفردة الأفضل دلالة والأفضل موسيقى في البيت. يعني أنت تقول راع الفكر والعرف يعرف. لو قلنا خراجة صح لا؟ لو قلنا راع الفكر ترى يعرف ويفهم، ممكن نقول له دلالات متقاربة هي ما هي بنفس المعنى. لكن لو قلنا راع الفكر والعرف فاهم خراجة. لا فاهم ما أنا ما قلت يفهم، أنا قلت فاهم. فاهم إيه يعرف. يعرف خراجه، يعرف من أن يخرج ومن أن يدخل. وفاهم ما يصلح، ما هو فاهم ما هو فاهم من أن يدخل ومن أن يخرج. لا هو فاهم صح، كلها مودي إلى روما. وش أقوى، فاهم ولا يعرف؟ لكن أنا أشوف يعرف أحسن. يعرف أكثر من فاهم. إيه؟ عشان هنا شوف، أولاً والبيت مترادف. عندك العرف يعرف سبب الضعف للبيت في موسيقى البيت يعني. لكن يوم تجيب كلمة مخالفة اللي فاهم لا بالعكس هذه ما تصير كلمة أفضل في الدلالة. هذه تعطي حلاوة. صدق تعطي صار كلمات مترادفة جنب مثل بعضها؟ لا 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 ما كلها. لا لا أنا صار أعرف وعارف وعارف. أنا معك في كلمات ما تردف. نعم. لكن في كلمات مطلوبة. طيب الشاعر جميل بن بريك المطرفي الهذلي عندك نص اللي هو راحت رجال يا عرب تارد العد. راحت رجال يا عرب تارد العد. نعم. وجتنا رجال فالبلد مستبدة، وعلومهم من كثرها تلهد الكبد، ورصيدهم في البنك محدني عده، ونسولف الرجال منهم ما يرد، لو كان مختي ما حد يقدر يرده. يرده. ويمناه ويساره يتجود مسند من حيث ما تأكل قاله مخده. صح لسانك. طيب هذا الناس تتكلم فيه عن انواع الرجال، وخاصة برضه ما زلنا في قضية من يصل إلى مكانه لا يستحقها. لا يستحقها. سواء بالمال أو بغيره، وصل مكانه ما يستحقها. ولكن طبعا القصيدة فيها أبيات فيها نوع الحكمة، ونسولف الرجال منهم ما يرد، لو كان مخطئ ما حد يقدر يرد. بيت تركيبه جيد وهو مطروق في المعنى كثيرا، يرمي بها خلف الهدف ما يسدد والناس تضحك له تدور الودة. هذا البيت جيد جدا جزل، يعني خاصة في قضية الرماية. يعني أخذت موضوع الرمي وصورة الرماية، أن يعني الشخص يرمي بها خلف الهدف ما يسدد، وفي صورة هنا وتقول من الأبيات الجميلة: من لا بنا بيت بسيسان يهد، وبيت على سيسان معدن يهد، وبيت على سيسان معدن يهد. صح لسانك، وبيت جزل. طيب أبجي معك الملاحظة، أنت تقول راحت رجال يا عرب تارد العد، وجتنا رجال فالبلد مستبد. عندي ملاحظات. أولا أنت قلت راحت رجالا وجت رجالا، كنت أتمنى يا جميل المطرفي الهذلي انك ما تقول جتنا رجال برضه مره ثانيه. لا هم اسمهم رجال، انا ما انقص من رجولتهم. انت انتقصت رجولتهم كلها. رجل انت الان. لا هو رجل. انت الان في القصيده كلها الرجل هذا حرام في مثل هذا الكحل والولد، لانه وقت اللي قام يسوي ما عليه حرام حتى نزوج، هذا ما هو رجل. وش هو رجل؟ وش هو لو رجل زوجه واسمه مع اهل الطيب ما عاد ينعد نفس الشخص هذا حرام في مثله. اذا انا اقول حرام في مثله. طيب بختصر لك، انا اقول الرجال اللي نسبان عده. طيب انا بعضهم الان معليش ما يجوز ياخذ غير بنت شيء. طيب انت تقول راحت رجال يا عرب تارد العد، الاولين الجيدين الصاحين اي راح، وجتنا رجال. انا كنت اتمنى انك ما هو جتنا رجال. ما اقدر اقول كان عندك كثير. انا ما اقدر اقول ما هم رجال. لا انا ما اقول ما هم رجال. لا وش اقول؟ تقول اي كلمه مفرده. لا انا كل ما تقتنع انت يا جميل المطرفي. اجل كلها راحت رجال وجاتنا رجال. انا احترم وجهه نظرك. طيب لكن انا قصدي ان كل ذكر انه رجل من الرجال من الناس. كل ذكر رجل؟ لا من الناس، ما هو كل ذكر من غير الحيوانات. تحسب عليك هذه. لا من الناس. يلا عموما أيوه. عموما عندك خطا في احد الابيات، تقول نهار فيها الجزر يطغى على المد. على المد يا جميل المطرفي، الجزر ما يطغى على المد. هذا انا والله ما عندي شو اسمه، ما عندي معروف الجزر والمد. انا ما اعرف يعني ما عندي جزر المد حقة البحر هذا انا ما اعرف.
ما عندي الأرصاد. ما هي معلومة. أنت بالعكس، أنت من أهل مكة. والله أنا أعرف الجزر والمد يقولون. وش هو الجزر والمد؟ البحر. طيب وش معناته؟ ما أدري، جات منها اللي يطقع على الثاني ما أدري. لا، مد وجزر. طيب. كيف؟ نهار فيها الجزر يطقع على المد. أنت تقول نهار فيها الجزر إيه؟ يطغى على المد. تعدى المد. كيف الجزر؟ أجل أنا كاتبه صح. لا، الجزر ما يطغى على المد. تقول لي الجزر قصير والمد طويل. إيه، ما الجزر ما يطغى على المد. أقول لك نهار فيها الجزر. ما يطغى، مستحيل. طيب ما تجي هذه. ما أدري، أنا ما أقول لك، أنا ما عندي خبرة. أنا ركبت البيت صح كذا، لكن ما أدري. ما تدري عن علوم البحر يعني؟ بالبحر ما عندي خبرة فيه. طيب تسأل ثاني مرة، هل جدة وراكم قريب؟ راح أسبح فيه عشان تعرف تستعمل معلومة صحيحة. أيوة. إن الجزر ما يطغى على المد. أعرف هذا أمثال نضرب، هو رمزية الشعر. لا بس ما هو رمزية، رمزية خاطئة. طيب تقول من ضمن الأبيات اللي أعتقد أن عندك أخطاء فيها، عندك القافية والعد ومسند ممتد ويتمرد ويتودد ويتمرد الجد، كلها تقريبا موسيقاها واحدة. مضبوط وماشية يعني. لكن يوم تقول علومهم من كثرها تلهد الكبد. كبد هذا بيت. حرام في مثله هل الكحل والورد. مضبوط. أنا أقول الورد والكبد عندك موسيقى مختلفة تماما، ولا يغرك حرف الدال. لا لا، ما هي مختلفة. ليش؟ أنا أقول لك ليش. لأن موسيقيا كل قصيدتك العد ما يرد مسند. إيش علاها الحرف؟ الحرف اللي قبل حرف الدال، اسمعني يا جميل المطرفي، الحرف اللي قبل حرف الدال موسيقيا متحرك، يعني عندك العد. واضح أن العين عليها كسرة صح؟ العد. ما مثلا عندك مسند مفتوح قبل الدال، يعني المهم أنه متحرك سواء بكسر أو بفتح، ما عندنا مشكلة فيه. لكن يوم تسكن الكبد، الكبد مسكن الباء اللي قبل الدال. كبد العد. الكبد الباء. أيوه. إيه اللي قبل الدال الكبد. أنا كل شدة يعني. صبرك علي. أو عندك الورد، هذه اختلفت تماما عن لا اختلفت ولا جميع أي اختلاف. أنا أمشي على حرف الداء والداء كله مشدود. شايف أنت شايف كذا؟ أنا شايف أن عندك الورد وعندك الكبد مختلف. اختلفت موسيقى البيت. لا لا تروح لي. اسمعني طيب، أنا أقول لك اختلفت موسيقى البيت تماما. لا تروح لي. وضعفتها. لا وضعفتها، هذه وجهة نظر. طيب. وجهة نظرك وأنا وجهة نظري أنها طيب. تقولوا لكل صاحب بشت وعقال يفقد، هذه حكمة ومعروفة. والصدر البيت تقول السيف عزه من نصابه وحده. وش علاقة هذه بعد؟ علاقة كبيرة. وش هذا؟ السيف بعضهم لابس مشلح، لا سيف ولا شيء. السيف السيف معروف، واللي تفقده وعزه من نصابه بعضهم يروح على حساب. ما العلاقة؟ الا لا علاقة. يا ابو راشد، تقول لا كل صاحب بشت وعقال يفقد. يفقد مضبوط. والسيف عزه من نصابه وحده. حد من فعله. ما في الرجل من فعله. ما عليه يا اخي، ما على اهل الرجل من فعله. ما هذا ما يفقد ما له فعل. يا جميل المطرفي، الرجل من فعله ما عندنا مشكله فيه. هذه كلمه وش خلاص صحيحه، ما انا قلت لك غلط. انا الرجل ما هو بفعله. انا رامز به بالسيف من فعله. السيف عزه من نصابه وحد الرمز لفعل هذا الرجل اللي ما هو ما له فعل. يا جميل المطرفي، انا ما ناقشك فيها، معناها الحاله. ها الحين كل جزء شطر عندك معناها الحاله ممتاز. السيف عزه من نصابه وحد صحيح، حتى تضرب للرجل مع قبيلته ممكن. اي مضبوط ممكن لكل رجل. طيب ما هو الرجل، الرجل من قبيلته يا اخي، ما هو منفعل. هذا البيت ما يدل على فعل الرجل. السيف عزه من نصابه وحده تدل على ان الرجل ممكن ما بفعله، من ربعه مع ربعه. معلش، غالبا السيف عزه من نصابه وحده تضرب مثل او صوره لتعاون الرجل مع قبيلته او مع من حوله. ومن ما اختلفنا فيها، ولا ناقشك فيها، مع دولته مع وطنه مع شعبه. ما اختلفنا فيها فعل هذا. ما اختلفنا فيها ولا ناقشك فيها. وعندك ولو كل صاحب بشت وعقال يفقد صحيح، عباره صحيحه. لكن انا اقول انت ركبتها تركيب الجزئين هذه مع بعضها ما لها اي علاقه في بعضها. ما لها علاقه صوره الرجل اللي يفقد خلاص. ما كل راعي بشت ممكن ما كل راعي بشت وعقال يفقد والسيف عزه ما له علاقه. الان اسمعني، صوره الرجل اللي ما يدوب عنك الشعراء. انا اقول لك طيب ما عندك مشكله، احنا العين انك برضه. طيب ليش ما تسمعني؟ اقول بعطيك انا شو صوره الرجل، يعني صوره فقدان الناس مختلفه درجات. بعض الناس فقد كبير وخساره. مضبوط. هذا السيف. وبعض الناس اترك السيف عنه في الصدر. وبعض الناس ماله. وبعض الناس
مال راح الراح ونجا ونعاش ونمات. مضبوط. هذه صورة الحالة. والصورة الثانية اللي في عجز البيت اللي هي والسيف عزه أو السيف عزه من نصابه وحده. صحيح صورة أن الإنسان بربعه وبمن حوله وبقبيلته وبهله وبعزوته. ما له علاقة بصورة الرجل اللي راح ونجا أو انفقد أو عاش مات. ما له علاقة. لا أنا قصدي هذا تركيب الرجل بفعله. هذا تركيب ما غير متناسب. راعي بيشتوع قال يفقد الرجل عزه من السيف عزه من نصابه وحده إن الرجل بفعله بعضهم يروح ويجي. طيب عد البيت عشان الشعار اسمعونا. ما كل راعي بيشتوع قال يفقد السيف عزه من نصابه وحده. اشتخر. وأرجوك أن تعرضها على الشعراء كلهم. اشتخرها من بعض. ها؟ من دون عرضها الشعراء الآن والجمهور يسمعون. جميل جميل المطرفي هذه ما لها علاقة ببعضها. هذه بيتين كل بيت منها أو شطرين كل جزء منها يحمل صورة صحيحة. نعم صحيحة لكنها ما غير متناسبة مع بعض. لا متناسبة. عجز البيت لا ما يكمل صورة. لا أنا رمزت بالسيف لفعله إن هذا اللي يفقد ما لفعله. ما له علاقة. راع الفعل وراع السيف يفقد. ما له علاقة. راع الفعل. أنت الآن تقول لو كل رجال عن العلم ما عفوا البيت اللي تقول فيه ولا كل صاحب بشت وعقال يفقد والسيف عزه من نصاب وحد ما لا ما لا, لا لا ما تكملها نهائيا الصوره هذه. ما لها علاقه. ما لها علاقه. جميل المطرفي الهذلي عندك نص اللي تقول قال وتسلى قلت كيف اتسلى. هذا اللي بيأت في قضيه اتكلم عن القدس. اي عن القدس قضيه العرب. تفضل. اقول قال وتسلى قلت كيف تسلى والقدس بيدينا اليهود الغزاتي والمسلمين تقول عسى وعلا يرجعنا من دون حرب ومماتي. 60 عام تفاوض اللي تولى اللي مهم في جميع الجهات يقتل وياسر فالبشر ويتعلى ويقصف منازلهم من الطائرات. ممتاز. صح لسانك. ابغى اكمل لي في ابيات جزره اللي تقول وعن السلام. وعن السلام يقول حشى وكلا وفي القدس يا من عمات قام الصلاتي يا امه الاسلام كيف انت خلص. لا وحنا من افعال العدو. وحنا من افعال العدو ما مله ونتابع على اخبار عبر القناتي يا امه الاسلام كيف انت خلى عن ديننا عن ارضنا لعداتي اليوم متى نبقى بهم وذله اليوم متى نبقى بنوب سباتي. طيب موت على موت على عز بشهاده بحله خير لنا من ذي طول حياتي. ويقولون خير القول ما قال دله ولا تجمعنا بنظرياتي. قصيده عن القدس وتعبر عن تعاطينا مع قضيه القدس عبر التاريخ. وانت ترى تلوم الأمة الإسلامية والعربية وترى أنها متخاذلة وأنها ما أخذت حقوقها وأنه كان ممكن تأخذ حقوقها بطرق تراها أنت من وجهة نظرك طبعا صحيحة وقد تكون صحيحة بعض. من أجمل البيات عندك اللي تقول 60 عام أنا 60 عام هذه يعني 60 عام مفاوض اللي تولى اللي مهم في جميع الجهات يعني خلاص انتهينا من المفاوضات مفروض فيها حلول أخرى يعني. مطلوب. صح لسانك. بيت جزل. وعن السلام يقول حاشا وكلا وفي القدس يمنع ما تقام الصلاة يعني ما هو على ما قال معبر أحد. وحنا من أهل من أفعال العدو ما نمل يعني حتى أفعالها الشينة حنا نتابع في الأخبار عبر القناة ويا أمة الإسلام كيف انتخلى عن ديننا عن أرضنا للعدات. صح قصيدة في أبيات كثيرة جزلة. طيب عندي ملاحظة البيت الثاني تقول عذني البيت الثاني المسلمين والمسلمين تقول عسى وعلا يرجعنا من دون حرب ومماتي. عدي مرة ثانية. والمسلمين تقول عسى وعلا يرجعنا من دون حرب ومماتي. طيب شاعر جميل المطرف الذي والمسلمين تقول عسى وعلا أنت قصدك علا اللي هي لعلا يعني إيه؟ طيب عندك مشكلتين في هذا البيت. المشكلة الأولى أنك تقول المسلمين تقول عسى وعلا إذا قلتها بالشكل هذا البيت مكسور. ما هو مكسور. خليني أوصل لك وجهة نظري وأنت أنت مجبور أنك تقول نعم مكسور. إذا قلت المسلمين تقول عسى وعلا مكسور. لاحظ أنا كيف أخليه كلام يعني يثبت لك. أنت لو قلت المسلمين تقول لاحظ زد ألف في عسى خلها عاسى حتى لو أنه غلط بس أنا أوريك كيف تزيد حرف يطلع ويمشي. لو قلت والمسلمين تقول عسى وعلى لا هذا بلاش استعمل عاسى عشان اثبت لك ان في حرف ناقص عندك هنا. خلاص لو قلت والمسلمين تقول يمكن لعل البيت الثاني والمسلمين تقول عاسى زي ما قلنا وعلى عسى وعلى مكسور. لو قلت والمسلمين تقول يمكن لعل يطلع بيت موزون. ايش رايك؟ انا اقول ما مكسور. موزون. موزون. قله والمسلمين تقول عسى وعلى والمسلمين تقول عسى وعلى وعلى مكسور. طيب ايش انت او اقل شيء اذا ما بقول مكسور
وتنازل شوي قلت لك ثقل. يمكن ثقل واضح ثقل، ولكن ثقله ما لا, لا مكسور يا أخي، هو خلاص يعني معفوت شوي. لا شو الكسر هذا يا أخي أنت، هذا يعدم البيت كامل. طيب ثقل يمكن. طيب إيش رأيك لو قلت عاسى؟ لا عاسى ما هي، هذا عسف. لا أنا ما أبغاك تقولها تستعملها، ما تفهمني غلط. أنا أبغاك تزيد حرف وتشوف شو يصير، بس زيد حرف. لا أنا أبغاك لا لو زدت حرف أنت الآن الوزن شو عاسى ما يجي، لكن أنا بجاوبك. أنت لحنها ولحن شطرنج بدون لحنها. أنا قلت لكل المسلمين تقول يمكن لعله، وش رأيك؟ ها ما هو بزين معك أنا في هذا. أزين أزين خلاص أنت، إذا هنا مكسور. لا لا ما هو مكسور. مكسور لا ما هو مكسور. أنا لحنها مكسور يا لحنها مكسور. أنت خل مكسور، أنت لحنها. لحن اتفضل. القصيدة إذا بقيت تعرف كسرها لحن. لحنها من أول شطر لا لآخر شطر. لا لحن لي بس البيت ذا ومشكور بس. لا ما هو البيت هذا يا أخي، أنا أعرف أزن البيت الأول. لا لا البيت الأول أنا يا أخي، عاطني البيت الأول والثاني. أنت أنت أنت, أنت لحنها وشوف. عاطني أنت البيت الأول والثاني يلا. قال وتسلى قلت كيف تسلى والقدس بيدينا اليهود الغزاتي والمسلمين تقول عسى وعلا يرجع لنا من دون حرب ومماتي. ودي يا معيض الحارثي عسى عسى يا أخي ما قلت عسى أنا يا أخي، أنت ما قلت عسى، بس إذا قلت والمسلمين تقول عسى وعلا مكسور. طيب هل اللحم ما كفيك؟ مكسور اعرضه أو ثقيل اعرضه على حبيب العازم بدون على الحين حبيب كفو وبدون على رشيد. أنا مقتنع بكلام اعرضه على كبار الشعراء. أنا اعرض أنت. طيب عندك بيت تقول فيه ما في رحمة للصبي والمكلف ولهمها الأطفال والأمهات، هذا هو العدو صح ولا لا؟ أي. المكلة هذه وش؟ والله أنا المكلة قصدي عندنا في اللغة العربية ترى يعني ماني اللي هاك، ولكن أنا قصدي الكبير السن. كبير السن مكلة؟ أي المكلة الطايح ما يقول. أنا هذا قصدي. إحنا في أنا ما جيتك بفصحى. منين جبتها؟ ما هي فصحى. أنا إحنا كلة طايح. الحين أنا قلت لك فصحى، أنا ما جبت لك طايح الفصحى. أنا لكن أقول لك كلمة المكلة هذه ما فيها للمكلة اللي هي البلد المدينة الموجودة وين؟ في اليمن. أنا قصدي المكلة اللي طايح مكلة على بعضه. كيف مكلة على بعضه؟ قصدي كبيرة السن. طيب سؤال بس أسأل، المكلة يعني الشايب اللي طايح على بعضه أنت تقصد؟ الشايب الكبيرة السن تقصد كذا؟ إيه؟ كلمة المكلة مستعملة عندكم في الديرة؟ يقولون فلان مكلة؟ لا من جبتها؟ مالك. طيب سمعتها عند أحد القبائل أو أحد المناطق؟ والله أنا ركبتها كذا على كيفك. تصورت ان الشايب كذا تجيب على كيفك تصورتها كذا. المكلة يعني معناته، وانا ببحث عنها في القاموس العربي المحيط. لا العربي يبحث عن كلمة المكلة تجدها غلط ما لها علاقة بالشايب. ما ادري انا يمكن خلاص يمكن انا قلت لك اللغة العربية في كلمة اخرى اللي هي قريبة منها اللي كلمة الكل. الكل هذا غير الكل الجبان والضعيف الكل. لكن المكلة ايش معناها؟ المكلة ما انا ما ادري ايش معناها. انا اسالك رايح ابحثها واتصل عليك. انا اسالك ايش معناها. انا اقول هنا ما في رحمه للصبي والمكلة ما في شيء اسمه مكلة. لا في انا قريت عنها. الحين انت تقول عند هذيل ما هي مستعمل. ما هي مستعمله انا عند البدو ما هي مستعمله. عند القبيله اي قبيله او دوله او مكان ما لا لا تقول دوله في عند يمكن عندها الفصحى. طيب وش هي؟ ابى اروح اسال اهل الفصحى يعني لا تشبك القبيله. طيب كيف ركبت الكلمه وانت ما تعرف معناها الان؟ انا قريت عنها الان تبحث عنها. انا قريت عنها. ركبتها أنت ولا لا؟ ركبتها هو على الله. أدام على الله كل شيء على الله. ويعطي المعنى صحيح. طيب كل شيء على الله زين. طيب الله يجزاك خير ويبيض وجهك يا أبو راشد. طيب أبو راشد بناخذ فاصل ونكمل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعاود استكمال هذه الحلقة من برنامج عدا ونقدا مع الشاعر المعروف جميل ابن بريك المطرفي الهذلي. هدمتك أصلا من أول على أساس ولحظة وضاح اللي بنيناه كله من الحماقة تضرب الرأس بالفاس وسيفك علي كل ساعة سلة. أسقيتني مر المراير من الكأس ودخلتني في القلب 90 علة. واليوم راجع لي معك حب وإحساس ودمعك على خدك عيونك تهلة. تباني أرجع مثل ما كنت وانحاس واللي مضى ننساه دقه وجله. ما هو جميل اللي يعود الافلاس اموت وانا ما رضيت المذلة. كنت اتباهابك واحطك على الرأس راس مغيرك في الخلايق وصله. واسهر على طيفك وغني بهوجاس اسهر معه مثل النجوم المطلة. وترجع وتطعني مثل طعن جساس لكليب ابن عمه من اسباب زلة. ما عاد لك في القلب موقع ومجلاس. ارجع ودربك
في زمانك تدله الشاعر جميل بن بريك المطرفي.